يا رب في فجر هذا اليوم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك يا أرحم الراحمين. يا رب أسألك في هذا الفجر أن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وتصلح أحوالنا وتيسر لنا كل عسير، ويا قوي قونا، ويا شافي اشفنا، ويا كريم أكرمنا.